محاضرة عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلأ مستضيفين الجمعية السورية لأمراض الثدي بهذا الشهر، لأنه هذا الشهر هو يعني مخصص لكل شيء أمراض ثدي موجودة بغض النظر شو هو نوع المرض. نحن حابين كتير يكون في إقبال من كل العالم. حاولنا نعمل فعلا نشر بكل المحلات، لأنه هو موضوع كتير مهم. يعني هو موضوع بيمسني أنا كأنثى، بيمس أختي، بيمس أمي، بيمس أي حدا محيط فيني. الله يشفي الجميع، وبتمنى أنه ما حدا تهمل حالة، لأنه الإهمال رح يكون عاقبته مو حلوة. أهم شيء أنه كلياتنا عنا عائلات وأولاد. هي موجهة لكل السيدات وبالأخص فوق 40 سنة، لأن مثل ما بتعرفي احتمال سرطان الثدي بيزيد فوق 40. فهي الحملة لهالشريحة بالأغلبية. طبعا في سيدات وصاب قبل، بس هن قلة جدا. بنتمنى هالصوت يوصل، والصوت بده يقول بكلمة ورسالة: الكشف المبكر شفاء. واستراتيجية الحملة على السنوات القادمة هي أن تكون سوريا خالية من سرطان الثدي في السيدات. المحاضرة هي أول كل شو هي وشو هو سرطان الثدي، وشو العوامل اللي بتزيده، ومشان نحاول إنه نخلص منها. وبعدين بالنسبة للكشف المبكر، الصورة الشعاعية الماموغرافية أهم شيء، وحتى قبل ما يبدأ في أي كتل أو شغلة عوارض واحد يقدر يشوفها. ونحكي على شوي على المعالجات. في عنا معالجات جراحية، في شعاعية، وفي دوائية، وفي حتى هدفية. موضوع الندوة حول التوعية للكشف المبكر لأورام الثدي، وهذا الموضوع الحقيقة هام جدا. وأنا من ناحية مو بس الأورام بتصير عند السيدات، كمان ممكن تصير عند الشباب، في نسبة 1% قد تحصل عند الذكور. فالفحص المبكر والكشف عن العلامات اللي الزملاء المحاضرين رح يوضحوها خلال محاضراتهم مفيدة جدا لكشف الحالات بشكل مبكر، وبالتالي علاجها بأبكر ما يمكن، والحصول على أفضل النتائج وتقليل من الاختلاطات والمشاكل التي تحصل على المدى البعيد. وبالتالي التوعية لها دور مهم جدا في كثير من الأورام، وعلى رأسهم أورام الثدي.